بمشاركة دولة الكويت عقدت في العاصمة التايلندية بانكوك اليوم اجتماعات وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي لإعداد جدول أعمال اجتماعات القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي التي تبدأ بعد غد والتي يترأس وفد دولة الكويت إليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. حضرت اليوم وشاركت نيابة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حفظه الله في الاجتماع الوزاري أو العشاء الوزاري تحضيرا لقمة حوار التعاون الآسيوي. والحقيقة تم تقديم الوثائق جميعا إلى هذا الاجتماع. الوثائق في غالبيتها تم الموافقة عليها في اجتماعات سابقة. ويركز جدول أعمال القمة التي تعقد تحت عنوان آسيا واحدة قوة التنوع على مواءمة جهود الدول الأعضاء في المنتدى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والتي أقرتها الأمم المتحدة مع التركيز على 6 جوانب رئيسية هي الاتصال والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعليم وتنمية الموارد البشرية والغذاء والطاقة والأمن المائي والثقافة والسياحة وتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة. This is the second ACD summit. The first one was held in Kuwait 4 years ago. هذه القمة الثانية حيث تم عقد القمة الأولى في دولة الكويت قبل 4 سنوات في عام 2012. ومن خلال هذه القمة سيجتمع زعماء وقادة 34 دولة آسيوية اجتماعا في العاصمة التايلندية بانكوك لمناقشة الوضع العالمي وخاصة الاقتصاد العالمي. وتتضمن القمة مناقشات بين رؤساء الوفود في القضايا محل الاهتمام المشترك من أجل تعزيز نقاط القوة المختلفة لدى الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المنتدى، كما ستناقش سبل إعادة تنشيط النمو الاقتصادي العالمي بناء على مداولات قمة مجموعة 20 التي عقدت في مدينة هانغشو الصينية يومي 4 و5 من سبتمبر الماضي. ومن المنتظر أن تصدر عن القمة 3 وثائق ختامية هي إعلان بانكوك ورؤية التعاون الآسيوي 2030 ووثيقة بشأن تعزيز النمو في مجال الاتصال. نحن نأمل ونتطلع من هذه القمة أن تسير بالحوار التعاون الآسيوي قدما إلى الأمام. هناك كثير من الأمور التي كانت عالقة تم تخطيها في المناقشات السابقة، وأهمها أن تكون الأمانة العامة أمانة العامة للحوار هي أمانة دائمة، وأن يكون مقرها دولة الكويت. وهذه هي الحقيقة شهادة نعتز فيها بدولة الكويت من قبل شركائنا وأصدقائنا في الدول الآسيوية، على اعتبار الكويت راعي مهم ودافع مهم لحوار التعاون الآسيوي ولتنسيق المواقف الآسيوية في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدول القارة. دولة الكويت تولي أهمية كبيرة لهذا المنتدى، وذلك في إطار الحرص على جعل القارة الآسيوية أحد المحاور الرئيسية لجعل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً. أحمد مكي، موفد تلفزيون دولة الكويت من العاصمة التايلندية بانكوك.